اليوم وصورته معنا الكاستين. بالنسبة لأعضاء جمعية إبداعات العرائش، حنايا اللي ضمنا كاستين ملكة جمال الفراولة في نسختي الثانية، صراحة ما كانوش عندنا شي صعوبات، بالعكس كان واحد يعني الصراحة كان واحد النجاح كبير، وكان واحد الإقبال، لأن ديجا حنا الدورة الأولى كنا يعني فاتت الدورة الأولى واللي نجحات وعطات واحد النجاح وطني وحتى دولي، اللي كانوا كيتصلوا بينا ناس من على برا من خارج الوطن وكينوبوا بالنجاح ديال المهرجان. الحمد لله بالعكس كان واحد المساعدة من طرف المجلس البلدي والمجلس الإقليمي، كانوا بالعكس كانوا متيقين في المهرجان لأنهم شافوا النسخة الأولى كيفاش دازت. الحمد لله هاد العام عملنا واحد الكاستينغ اللي هو وطني باش نحصلوا على باش المدينة تاخد واحد الإشعاع أكثر في الوطن كامل، في الوطن ديالنا في المغرب. الكاستينغ شنو هي الميزة اللي تميزاتو هاد العام هذا مقارنة مع السنة اللي فاتت؟ هاد السنة هادي يعني كانت واحد ما نساوش أن حتى السنة الفارطة كانت لجنة التحكيم مهمة جدا، هذا ما نقولش عليه. وهاد العام هذا كاين واحد التنوع واحد الاختلاف في اللجنة ديال التحكيم اللي حاضرة حاليا معنا في هاد وبالقوة، يعني كان واحد السابقة وهو التكوين التأطير ديال الفتيات على معايير جمال الهادف من طرف الدكتورة نورا جناتي، يعني هذا حنا حاولنا أننا نعملو شي حاجة جديدة اللي ما عمرها ما تعملت كاع في المغرب كامل، حنا حاولنا أننا نعطيو واحد لافالور أجوتي واحد القيمة مضافة لهاد البنات هادو اللي غادي يقدرو يستافدو منا، وإن شاء الله غادي يكونوا تكوينات. هانت سمعتي الأستاذات اللي طرحوا المساعدة بغاو يساعدو البنات، يساعدوهم بالتكوين، التكوين النفسي، التكوين الذاتي، التكوين الخارجي، لأن ماشي عيب المرأة أنها تهتم بالجمال ديالها، تهتم بالنفس ديالها، تهتم بالأخلاق ديالها. إذا بغينا نفهموا هذه كانت عيب حول ورشة تجريبية كتبينوا بأن قضية ديال التكوين ديال المشاركات. أيوه ممكن اللي غادي يشاركوا في النسخة ديال الفراولة 2019 شو تنبيه؟ سبتمبر. نعم. إذا هذا بحال نوع من الاستعداد هذا أكيد هذا نوع من الاستعداد اللي هما البنات دابا غادي ياخذوا واحد الدورات اللي غادي يستعدوا فيهم باش يكونوا مستعدين إن شاء الله في المهرجان. غادي تكون دورات غيعلموهم كيفاش يتكلموا، دروس في الأخلاق، دروس طريقة الكلام، دروس طريقة المشي، دروس الجمال، دروس بزاف ديال المسائل. الثقافي والجانب الثقافي والمؤهلات يعني الثقافية والاجتماعية. أكيد أستاذ، شكرا.